هلا ويا مرحبا. شو قصتك معاه؟ الغلطة هاي الكويت شو دخلت؟ لا مي غلطة آسيا. الكويت بالقلب وتمنيت انها موجودة ودائم لازم احكي فيها، وفعلا انا كنت اتوقع ان الكويت موجودة ولازم تكون موجودة وحتكون موجودة. والله بغلطة الحمد لله، مقطع هذا نعمة من ربي انه خلاني انتشار. لا مو انتشار، يعني اللي الاجواء اللي شفتها في ابو ظبي وفي الامارات بانه يعني انا سخنت البطوله قبل ما تبدا، وهذا دليل على نجاحها. خبر الامارات يرجع كثير.